وجرح في القلب. هنا يجاور الفرح الحزن. فاطمة تتحدث الأمازيغية لكنها تفهم الدارجة المغربية. أم لثلاثة صبيان، مراد، سعيد وإبراهيم. كيني وراك تاسر خمزيخ سكنة خطيط مربيع سو خرجي خذيت الدار فلا تينيز تخدم خالي خدم ورقاز تمعاونا نكشو لنا الدار خصي فلاخا درتي مزيان خصي فلاخا تقن مزيان خصي تقان مزيان كني غير نخشى إلا تفجع حدرا رمال تينيز غير نخا نخدم غاصتي غرانا تسكرخ مع ستة الصباح خصها سجدخ سبعة طواجن الحموخ سبعة در مجمل بدات السوخي حرسن هذي تنفطاخ برمخ عرت عجان خاغلوم هذي فطاخة تايميدن خصها سنوا خاغلوم هذا وري هذا يري شوي ورقازين وري تعاون شوي هذا وري جي ركاك تغابر الفيلات ردي عايد ايوا صافي غاست دارتهم غالين واق مسكنخ تتمنى خالك خشنا الدار فيه فلاخين واتافين هذا اتافين اسكا يجوخو بزاف مكني جور غير مخيجي النيت خصان ان خدم خصد هذا فين فلاخ هذا عايشين خص انسايا ورديك سدار خدان داتيني صافي نخدم غا الصيف نمشطو صافي نتغي ما كتي دارنا خاص تدوني الكاز نهر براد عدون غا ترجعوا خدمنا سي خدمة. هنا على وادي أم الربيع شبه مقاهي بسيطة يقصدها السياح والعابرين. في هذا المكان تشتغل فاطمة موسم الربيع والصيف من أجل حفلة دراهم. يلزمك الكثير من الصبر والقوة والشجاعة والقناعة لتشتغل في هذا المكان. وفاطمة شبيهة بالنحلة الشغالة، لا تشتكي ولا تتدمر، همها الوحيد صغارها. الكني ورجين في غن أنقيم نظول غن ديما نتغي ما غاسك تمازير النخ وغنت دو السرا لان دو غرسي فران لان دو غرشا صافي ديما ورو غن خرر عطرة لاتيني وغنت سافا ما سمين فغن دو نظول مكني غادا تسمعي ميدن لاتيني نسايا زيل نسايا زيل مكني غنت دو غير. هؤلاء النسوة لم تتنيهن قسوة الجغرافيا ولا شح الزمن عن أن يضلن شامخات بطيبتهن وكرمهن وصبرهن وبترحيبهن بكل غريب أو عابر سبيل أو متطفلة مثلي تتلصص على حياتهن بعيون الكاميرا. هنا لا زال الأخ يفكر في أخيه، لا زالت الروابط قوية بين أفراد الأسر، لا زال الناس يلقون التحية وينتظرون الجواب. هنا تتعلم الصبر والتأني ومعنى الإيثار والعطاء، فلا تمضي لحظة دون أن نلتف أنا وفريق العمل حول طاولة طعام، نشرب الشاي ونقتسم الرغائف بعسل النحل الصافي، رغائف فاطمة بطعم المحبة والمودة والترحاب. هنا قيمة الناس تقاس بما يعطون وليس بما يملكون. غدا يغدا الجيغ غدا يرزق.
قمور الجين غير الفلوس خصها النهار ضريخ كل يجيو الكازينو اتناوي قر السوق هذا سندخي في لاخينو ما غاشي يسول غير يسولو في خمايا ثنايا ضبر ليت غي ما ديكي في لاخينو السوق نواجر ورسويخ كذا سنتقضو ما غاتشي ضروري هذا سنقلعي لي في لاخ النخ حدق العيد دا دات صلحه من ميد نخور شي دا غصني العيود نسان نكني وغير نخيجي ما صغا غاتي دنا ليت غي ما ديكي الحال يسول نقلعي لي في لاخ النخ ضروري يبطن قلعي خصات نقي في لاخينو واخا ولو قنيك خص غاسا دقي في لاخينو ودرسين مزيان. الحزن بلا لون ولا وطن، وهؤلاء الأمهات والجدات تحملن عبء الزمن، أتطلع بصمت لعيونهن التي تروي الكثير. فاجأتني قصة عائشة وسعيدة، طفولتهما سلبت بزواج مبكر. سعيدة ملي كنا صغار كنا تنغنيو تنمشيو نحطبو ونسقيو يعني ما كاين ما يدار من غير الغنى بحيث ما كاين فين تمشي هنايا شي حاجه فين تلهى ولا نديرو شي صنعه ولا شي حاجه من غير الغنى والو. مثلا انا وسعيدة تزوجنا على 16 عام ولكن داك الزواج يعني ما مقتنعينش به مازال بغينا نغنيو ونخرجو بغينا نلعبو وطبيعه كاين صعوبات كثيره في الزواج. تزوجنا صغار وتحملنا واحد المسؤوليه اللي هي كبيره علينا مازال ما كنعرفوش شنو هو الزواج يعني مازال ما وصلناش لذاك الرشد ديال الزواج باش نعرفوا شنو هي المسؤوليه وشنا الراجل والام ديالو هذا ما كيعرفوش باننا حنا راه مازالين صغار مازال ما قادينش على ديك المسؤوليه. وهذا مثلا بحالي انا تزوجت ومازال ما شبعتش من الدنيا مازال باغا نلعب. انا وصلت عندهم تما وكنلعب وكيقول لي علاش كتلعبي علاش هذا حيت يعني مشيت مازال صغيره كنا تنقراو ولكن كنا تنضربوا مسافه بزاف باش نوصلوا للمدرسه. فاش كنوصلوا الساته ما كنقدروش نزيدوا حيت ما عندناش الكوليج هنايا. الطفل البدوي كيكون فرق كبير بينه وبين الطفل اللي كيقرا في المدينه. فاش كيمشي كوليج يقرا كيلقى صعوبات كثيره يعني ما قراش هنا مزيان ما كيعرفش شنو هي القرايه. صافي كنخرجوا يعني ما عندنا حتى حل شنو غنديرو. كنتزوجو مازالين صغار كنرجعو لديورنا عاوتاني. فاش كنوصلو لذاك الزواج كنلقاو عاوتاني واحد العالم اخر ما كنقدروش نكملو ما كيعاملوناش مزيان حيت خصهم يعاملونا مزيان. 16 عام تزوجنا على 16 ما يمكنش نبقاو بواحد التعامل ماشي حتى لتما. مواتنا تا هما عانوا معاناه كبيره وضحاو من اجلنا باش يكبرونا ويقريونا وعانوا بزاف من مشاكل ديال الفقر حيت الفقر راه قضى بزاف على هاد المناطق هادو. يعني هاد الواد هو مصدر العيش ديال هاد البلاد هذا يعني خاصو شويه ديال الاصلاحات. فالرجال كيضطروا باش انهم يخرجوا من البلاد يمشيو للبلاصه اخرى يخدموا فيها وكتبقى المراه هي اللي كتهز داك الحمل كامل. يعني كتلقاي البنت يعني تزوجات على 13 عام ولا 14 والده ثلاثه الدراري ولا اربعه كتلقاي عندها يلا 19 عام تشوفيها تقولي عندها 50 عام حيت داك يعني داك الصحه ديالها وداك الجمال ديالها وداك الشيء كيمشي. مثلا احيدوس والغنا جزء من المنطقه
يعني داك الغناء كنلقاو فيه الحريه ديالنا. مثلا بعض المرات فاش كنغني كنلقى كنشوف العيالات كيبكيو حيت هما فاهمين اش كنقول. كنغني على الامهات، كنغني على على المنطقه، كنغني على الطبيعه، كنغني على الحزن. غنعطيك واحد شويه من الموال ديالي. هاد الموال بحال الا غنيت فيه داكشي اللي تيوقع للعيالات ديال المنطقه، بحال الا طاحوا في واحد البير ما كاين لا ضو لا ما لا والو. بحال هادشي بضيخ قانو ما يدي السنين ربي سدام من غيف يا سدام تافوت، ما كاين لا ضو لا ما لا الماكله لا والو. بحال الا حابسينا في واحد البلاصه ما حتى واحد ما شافنا فيها. مثلا تامور الطلاق كنلقاو مشاكل، يعني ما كيحترموكش الناس، كيكون شويه الاحراج بالنسبه للمجتمع ديالنا، ما كيبقاش يحترموا، كيكون استغلال، كيكون مشاكل بزاف في الطلاق. حنا عندنا طلاق عيب في البلاد، ولكن الى كتب صافي كنطلقوا. وكيديو واحد النظره خايبه من مور داكشي، ما كيديوش عليك راه باقا صغيره ولا مازال ما عارفه والو، ولا كيديو واحد النظره خايبه. خصها تزوج وتبقى، واخا ما ديرش لاكت، واخا تولد دراري غير خصها تبقى عند راجلها وصافي، واخا ما ديرش القوانين ديالها. ولكن حنا فكرنا باش نزيدو القدام، واخا طلقنا نزيدو نقراو نكملو المواهب ديالنا، نبداو من جديد ان شاء الله، ما نديوش على النظره ديال الناس. انا سميتي فاطمه، مجوجه في تقليس، وراجلي ما كيكونش، مره كيمشي الى رجع عندو غير شي خدمه ديالو ديال الحيدوس، الى مشى كيمشي عاوتاني كيخدم صافي. وانا عاوتاني مقابله البنات ومقابله الدار صافي. الى مشى هو راه مشى خلانا صافي، وجالسين حنا بوحدنا انا وثلاثه البنات، عندي خديجه وعندي فرح وكريمه. هنا يتردد كثيرا اسم فاطمة أو فاطمة الزهراء تيمنا بابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأم الصبيان الثلاث فاطمة، وأم البنات الثلاث فاطمة، وابنة حفيدة فاطمة الزهراء، وأكبرهن الخالة فاطمة. سير ديتن فريتن وزعفن أمانة غصير انا راه يضغط هنا راه مع راسي كي داير الصوت الصوار الصباح راسي تا كي ديوا اللي كنوضو معاه انا وحفيظة، كنوضو كنعجنو الخبز وكنوضو البنات وكنصيفطوهم للقريح، حدا كنمشط ليهم وحدا كتبدل ليهم حتى كنصيفطوهم. فاش كنصيفطوهم عاوتاني انا ماشيه للبقره، هي جالسه في الدار، تنرجع حنا غسلنا القمح، اصلنا القمح حنا نشرناه، حنا درنا عاوتاني الغداء صافي. فاش كنديروا الغداء عاوتاني هاد الدراري رجعوا صافي، انا كنشرب البقره، انا من البقره كنرجع عاوتاني صافي. العشيه هي خرجت نسرحها صافي، ما كنجلسش كاع نهائيا، تقولي الجلاس والو الجلاس نهائيا، غير جري 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 حتى العشيه. طب حتى كنسدهم في الليل عاد ما كنلقاوش فين غنجري. حفيظه وفاطمه تقتسمان معا البيت والهم ورحلة الحياة هنا بدوار تقليد بأعماق الأطلس،
تفاهم وتواطؤ واتحاد لقهر الزمن وساعات الانتظار الطويلة. أنا اسمي حافظة، جاية من منطقة ديال سينغير، قريت مثل كاتريام مع مالين الدار ومشاو لأكادير، وتماك تعرفت مع الراجل ديالي الجندي وجينا للمنطقة ديال تقليد. طيب كاين شي واحد صحرايا كيخدم تمايا وساكنة أنا عند لوسي اللي هو أخو، وعندي بنية فاطمة الزهراء عندها عام وثلاث شهور. تلاقينا في أكادير، المهم تعرفنا مزيان وجينا لهنايا وتزوجنا. المهم اللي ما علاش زعما على هاد المعيشة هادي اللي غادي يخليني أربع شهور، أنا جاتني صعيبة حيت أنا عازة المسؤولية ديال الرجل والمرأة في نفس الوقت. المهم الخدمة ديال العيالات هنا مكرفسة بزاف، كتنوضي بكري كيت تحلبي تقابلي البقر وطيبي الخبز بزاف ديال الحوايج. المهم في الدار كتكون مسؤولية كبيرة بزاف للمرأة اللي ما كيكونش الراجل. المهم هنا في المنطقة بزاف شحال من وحدة كتهز مسؤولية كبيرة، ما كايناش خدمة هنايا بزاف، كيمشيو كيسافروا على برا، كتبقى المرأة ديما هزة الحمل ملي كتمرض البنت ومع المدرسة وديها السبيطار وداويها ورجعي عاود للدار وفيها تمارة وديها القراية، يعني بزاف ديال الحوايج. بالنسبة لراجلي كيمشي كيجلس ربع شهور، اللي كيرجع يلا كيجلس ديك 25 يوم ضايا كدوز، المهم بحال شي كيجي بحال إلا جا شي ضيف، مازال ما كنولفو عليه وكيرجع عاود تاي كيدوز المدة عاود عاد كدير عاد كيرجع. زعما يلا كنولف عليه ديك 25 يوم ضايا كدوز، ما كتكفاش البنت تولف باها المهم وتحس بيه ويحس بيها بزاف ديال الحوايج. زعما قاس حال العيالات ما الا ما كاينش راجلهم حداهم ماشي هذيك هي المعيشة ديال الزوجية، زعما فيها مشكل. هؤلاء النسوة طلباتهن بسيطة وإن بدت مستحيلة، مدرسة قريبة للأطفال، مستوصف للأهالي، وصنبور ماء، ومشاريع سياحية تنعش المنطقة وسقيهن وأزواجهن عذاب الفراق والرحيل. هؤلاء النسوة لا شأن لهن بالانتخابات ولا الثورات ولا الأزمات، أزمتهن يومية دائمة، حياتهن انتظار يومي لزوج غائب حاضر دوما وأبدا. هنا الخبز أولا، نساء تكدحن خارج الزمن من أجل كسرة خبز لهن ولصغارهن. قدرهن الحزن ليسعد صغارهن، وحياتهن معاناة مستمرة غير منصفة، وضريبة يفرضها حاضر قاس جعلهن وحيدات دون سند الأزواج. بالنسبة للبنت ما كتعرفش مع باها بزاف، كيجي يلا داك الشهر كتولف واحد شوية كيمشي أربع شهور، يعني ما كتعقلش عليه. بالنسبة للعمها كتعيط ليه با في بلاصة با، ماشي زعما ما كتعرفوش حتى هو ما عايش معاها. يلا دابا شهرين هادي باش جاو تا ولفا شوية بدات كتلعب معاها وكتحرك معاه تا وبغات تولفو شوية ورجع. المهم شي شهرين دابا هادي ما شافتوش تا ولات دابا كتقول ناس اخرين ابا بابا، كتعيط ليهم بابا. وانا خلاص ما كيعجبنيش داك الشيء نشوفها كتعيط واحد اخر با، ماشي بحال الا كتعيط لباني. المهم كنتمنى وما يطولش هاد الشيء بزاف وشي نهار يجي ويستن حدايا ونولدي شي ولاد اخرين ونربيهم ونخريهم، المهم يكون حداهم ويونسهم ويلعبوا معاه ما يحسوا بيه بحال باهم نيس حداهم. داك الشيء اللي كنتمنى وداكشي كنتمنى في حياتي. ضروري كاينه تماره حيت ما كيكونش الراجل، كون كيكون الراجل حداك راه كتقول يا ودي راه هاز المسؤوليه عليك، ويني ما هاز ما كاينش، ها هو ماشي عاوتاني هو يصيفطنا داكشي باش نعيشو، كون ما داكشي باش نعيشو راه ما كانش باش نتحركو.
ضروره خاطر البنات باغيين يلبسوا باغيين يقراو. كم احببت خديجه، جميله وذكيه وحنون، تشبه كل الصغار في شغبها ولعبها واسئلتها الكثيره. اتمنى ان تستمر في ترديد اناشيد الطفوله وألا تمنع من رسم صورة لحياتها الآتية. أحترم هؤلاء النسوة، أحترم صبرهن وعزتهن، أحترم كدهن وآلامهن، تعبهن ونضالهن. هو ذا النضال الحقيقي على هامش الوطن، على حافة الحياة. حينما أتأمل عيون هؤلاء الصغيرات أتساءل، ما هي يا ترى أحلامهن؟ ربما يرغبن في أن يصبحن طبيبات أو معلمات، مهندسات أو ممثلات. أتمنى أن لا يغتصب حقهن في الحلم وفي تحقيق الحلم، وأن تطوى هذه المسافات الطوال التي تفصل أقدامهن الفتية عن قاعات الدرس البعيدة. أتمنى ألا تعيشن في جلاليب أمهاتهن، حزينات، منهكات، ووحيدات. راه ما كرهتيش دابا الرجل يكون حداك، وليني والو ما الظروف ما خلاسوش حداك، كون خلاسو حداك راه ما كرهتيش يجلس حداك، يعاونك الدراري ويعاون لك كل شيء. راه فاش كيكون راه كيهز منك حملة راه ثقيل، وليني إلا ما كيكونش راه أنت اللي كتهزي ضروري تهز داك الحمل الثقيل. كي غديري لي ايوا انت كتشوفي وصافي، راه شتي كلشي بعينك قبيله. خلصت انت ما راردين تعايد مو صافي. يلا كنتم كفرح سعر كنتم فرح انت عصام فرح انت كتده. يلا قلت لك هاد القضيه راه كاينه هنا فهاد البلاصه بزاف، حيت ما كاينينش لا شي لوزينات لا شي معمل، هاد البلاصه كاع ما كاين حتى شي باش يخدموا نهائيا والو. الا ما مشاش الراجل يهز الصاك يمشي يخدم راه ما كايناش فين تعيش. صافي هادشي صافي، كل واحد راه كيمشي كيخدم حتى كنخلي مرتو عاوتاني مع الاولاد مع هادشي. صافي كتقابل هي هادشي، كتقابل هي الاولاد ديالها وكتقابل ما كرهاتش ودي تمشي تهز الصاك حتى هي وتمشي معها، ولا انك غدير ما كرهناش. ورا كنحلم ان شاء الله الله يطول لي عمري تنوصلهم لبلاصتهم. هادشي الا ديال القرايه الا حليهم الله العقل ديال القرايه الله يسخر ليهم يمشيو يقراو، الا ما قراوش لا يجيب لهم الرزق ديالهم. هادشي اللي كنقول نشوفهم حتى هما في خدمتهم بحال هكا ذلك نستان الله يسخر لهم. ما كرهناش يكون الرجال حداهم، الا كاينين الرجال حداهم ولا كاينه شي خدمه ويديوهم انا ما كرهناش. وليني ولو كي غدير الا عاوتاني ما كاينينش خلاهم غير هما بوحدهم ولا غيتكلفوا بحال هكا اللي تكلفت بهم ثاني. يعني انت سي تقرا علاش تقلقتي تفردي التلفزيون؟ ها انا لا درو تقلق حساب كيف كيف فهم كي لعب حسين وكوريزي فاطمه الزهراء فين خايفه يلي تنخ يلي تنخايفه انا سيده تماني دي تيباس كاين لي دي دبا انا زعما لا عمه انا من لا بابا
ياك ناس هذا عيد خذ عمينو ايه ان شاء الله ناس هذه دياغ بيه بي هذه دي كرشي عمينو صافي كك هسي اللي قاقة هنيني عاد اح حفيدة حزينة في عينها دمعة مكابرة ترفض الخضوع حزينة لعدم مجيء زوجها لقضاء العيد لا عيد دون لمة العائلة لا عيد في غياب الزوج بس عليكم هنا هادي غير حال خلي انا صغير هنا بشويه بخير باش هنا امي عايز قرات قروجه يا قرات حي تاعك ماني فرح ماني ما تمزرا لا دخل بس لين دخل يا تمزرا تمزرا يا زوينه امي امي بابا السلام عليكم قول السلام السلام ودي غير حال لاباس شوي تنا ودي غير حال او تو تو خير هذا راضي هذا مزيان هذا مزيان هذا مزيان يا تنا ودي غير حال لاباس شوي مانيكم غدا شنو هذا تنا شوي مانيكم عاد عبد الله لبيته وعادت الفرحة والبسمة لوجه فاطمة وبناتها تتاي اللي ما تكونش عندي الخدمة أنا في المنطقة تنمشي تنخدم ديك شهرين ولا ثلاث شهور تنخوي اش نجي ما يمكنش نقص نتسنى من الوقت الزيتون تاي وصل الزيتون عاد نخدم ما راه ماشي عيب بنادم اللي كيهجر كتكون عنده كيكون عنده المعاناة بحالو بحال بحال المراه الا خلاها مراه يعني الراجل ملي كيهاجر كيمشي كيخدم ملي كيخدم كيخرج كيطيب الراس ويصبن الراس واش غادي يدير والسيد كيخدم ملي كيمشي كينوض الصباح كيمشي للخدمه كيرجع كيدير ما يتغدى عاوتاني يرجع للخدمه العشيه عاوتاني اختي وجد العشاء وديما مشغول الحمد لله راه قادين بالمسؤوليه نهاجروا نجيو ونخدموا ونضربوا تماره كاينه الخدمه هنا نجيو ونخدموا ما كايناش الخدمه راه كنمشيو كنقلبوا على الخدمه بحالنا بحال يا ايها الناس ولكن زعما فاش كنفكر انا كنفكر في هذا الجيل اللي جاي ما خصوش حتى هو يبقى في هذه المعاناه هنا كل منطقه من المنطقه ديالها كل منطقه خصها يكون عندها واحد المشاريع اللي هي اللي غادي تخدم ولاد المنطقه ويستفدوا منها ويكون واحد نسيق بينهم بين الناس والمسؤولين وجمعيات وتعاونيات كاين ما يدار الحمد لله Oh,
يمشي يهجر، راه كيهجر هو ديما دائما دائما تيفكر تيفكر في وليداته، ديما محشوم. الولد دابا الصغير ملي كيكون صغير تيكون عزيز تيكون حنين، ملي كتمشي ديك 3 ايام ولا 4 ايام ديما راه كتفكروا، يعني ديما ديك 3 ايام 4 ايام ديك حتى الشهر يلاه كتنقشوا يلاه كتكون مع الخدمه ديالك. تنشكر الجنود ديالنا اللي كاينين في الصحراء المغربيه، تنشكرهم بزاف حيت هما ديما مساكن ديما حتى هما عندهم هذا الحس، هذا الحس تيمشي السيد 4 شهور 5 شهور عاد تيجي لوليداته. وكنشكر الاخ ديالي الحسين اللي هو هو راه في الجنود، تنشكره بزاف، وضع فيا الثقه، خلى مرتو عندي، وليداته كيما شتو البنت ديالو كتعيط لي انا با، يعني كاين واحد انا كنحس ملي كتعيط لي انا با كنحس بديك اسمع كنحس بديك المسؤوليه اللي كاينه عليا. راه كيما كيقولوا المعزه ديال البنت ماشي بحال ديال الولد، المعزه ديال البنت راه كتدخل شويه كتجي ملي كندخل للدار كيجي وكيجلسوا عندي، شي تينقز فوق الدار، شي تيبوسني، شي تيضحك معايا، ابا شي تيقول لي شنو جبتي لنا، شنو شريتي لنا، شنو درتي لنا. مع مولف انا ملي كنخرج ضروري خصني نجيب لهم شي حاجه باش كنفرحهم. خاصيني خاصيني ها يا ناري 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 ناري.